السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم يا بنات؟ يا رب إن شاء الله تكونوا في أتم الصحة والعافية. اليوم فيديو من الفيديوهات اللي تحبوها، اللي هي مشتروات أو أغراض أو مقاضي أو زي ما تسموها أنتم، مونة البيت أو مونة الشهر. راح أوريكم هي في هذا الفيديو إن شاء الله. طبعا أنا صورت لكم أول المكان اللي أنا أخذت الأغراض منه، اللي هو اسمه متجر المنافس أو المتجر المنافس. طبعا مرة جميل، أسعاره مرة حلوة، بس مشكلته أنه في أشياء ما توفر فيه، يعني زي الدجاج مثلا، مبردات، زبادي، حليب، لبن، زي كذا، يعني ما في هذه الأغراض، بيض. فطبعا أنا صورته بعدين خرجت رحت سوبر ماركت ثاني، كملت بس الأغراض الشوية اللي ما لقيتها عندهم، وقلت جمعتها كلها، قلت أصورها لكم في الفيديو هذا بإذن الله. اللي ما شافت فيديو المتجر المنافس ترجع الفيديو اللي فات، راح تشوفه وتشوف الأغراض اللي فيه وتشوف أسعارهم، تأخذ فكرة عنها بحول الله وقوته. طبعا هم ما كان عندهم، في اشياء ما كانت عندهم زي ما قلت لكم، فرحت اخذتها من السوبر ماركت اللي هنا جنب بيتي. طبعا لانه في اشياء ما في غنى عنها، زي البيض. انا طبعا اخذ البيض نص طبق، ما اخذ طبق كامل، عشان يعني ناكله طازه بقدر الامكان اول باول. البيض انا ما احبه يطول يجلس لاخر الشهر، حتى لو عليه اكسبايرد يعني طويل او تاريخ طويل، الافضل انه يستهلك فتره بسيطه البيض. طيب انا حطلع الاشياء العشوائيه اللي يطلع معايا. طبعا اخذت برضو هم كمان اشياء، صح عندهم توست وعندهم خبز برجر وعندهم صامولي مو مخبوز، هذاك اللي هو لوزين وكذا. فانا مريت اخذت ربطه خبز شامي، هذا لابد انا صراحه اشيل، يعني اشتري كذا كميه واحطها صراحه في الفريزر، واطلع واحمي في الميكروويف، تطلع ما شاء الله تبارك الله مره تجنن، ولا كانكم تقولونها يعني من اول او شيء. بالنسبة للمتجر المنافس، هذه كانت أعتقد مشكلة ناسية والله سعر، بس أعتقد أنها كانت 6 حبات بعشرة ريال، متأكد الحين كم حبة، 5، أيوة يا بنات 6 حبات، تخيلوا 6 حبات يا بعشرة يا بـ11، 6 حبات الحجم الصغير كرافت، يا إما أنها بعشرة ريال يا إما أنها بـ11. في فاتورة والله، بس أنا ما أبغى أطول الفيديو عليكم لأنه ما شاء الله الأغراض كثيرة حقت شهر، فأنا يعني أوريدي ما أبغى أطول الفيديو عليكم. كمان برضو أخذت من عندهم من المتجر المنافس 3 حبات من التونة هذه، أعتقد أنها 3 حبات بـ15 أو بـ16، حلوة تونة التريفة، أنا مجربتها قبل كذا. كمان يا بنات مرة فرحت إني لقيت عندهم هذه، صراحة ما انتبهت، تكاكت مرة كم سعرها، بس إنها غالية في السوبر ماركت، وأنا مرة ما أستغني عن اللي هو صوص الكزبرة والثوم، هذا اللي هو من ماجي يجنن خاصة مع الكبسات. الـ3 حبات جودي هذه برضو أحبها، اللي في دوار الشمس، 3 حبات عندهم أعتقد بـ11، حلو. هذه أخذت منها جيمر أي بي سي 3 حبات قشطة، اللي هي قشطة 3 حبات منها يا بنات بـ10 ريال، وحجمها ما شاء الله كبير، يعني شوف تنقسم، شوف مقارنة مع باليد، يعني ما شاء الله تبارك الله تنقسم كذا مرة. أيضا في عندهم عروض صراحة حلوة على الحمص، بس أنا ما دققت صراحة برضو في أسعار الحمص، ممكن بعدين أطلع لكم هي من فاتورة، بس أسعارها تجنن، ولأنه مرة المحل زحمة، الكورنر اللي فيه حمص والصوص هذا حق الكزبرة والثوم، ماجي والإندومي والتونة، هذه مرة مزحومة. المهم إن هذه ما هي غالية، يعني 6 ريال 5 ريال، وحجم كبير ما شاء الله. حمص الحب هذا المرة أحبه، أخذه كسناك يعني أحيانا فوق الفطور. برضو عندهم عروض على اللبان نوبة، هذا الكرتون بـ6 ريال بدون سكر، تكفيني فترة بدل ما أجلس أشتري. وصراحة زيت الزيتون عنده أسعاره غير طبيعية، حتى تغليف الزيت يجنن، هذه كلها بـ19 يا بنات. إيش صناعته؟ أحاول أعرف صناعته، وطني. إذا كنت تشوفين يا سوسو، بما إنه جاء معاه خيش وحبال، فراح أسوي طريقتك إن شاء الله، اللي هي حطيتي فيها البقوليات هذيك وخزنتيها، أتوقع تطلع في القارورة دي شكلها حلو، راح أسوي طريقتك إن شاء الله، عجبتني. طبعا هم المتجر المنافس ما عندهم دجاج، وطبعا أنا ما أستغني عن الصدور هذه الفيليه، أسوي فيها طبخات كثير، فرحت أخذتها من السوبر ماركت اللي جنب بيتي برضو.
طبعا في الفيديو اللي فات انا صورت لكم الكيك هذا في كل مكان، بيتي كروكر ب 11 وب 12 واحيانا وصل 14 بعض الاماكن، بس عندهم بخمسه. تخيلوا يا بنات. برضو طبعا اسعار زيت الزيتون هذا ب 12، اسعاره عندهم مره جميله، فاخذت كمان واحد ثاني. هذا يا بنات حليب مبخر بوني قليل الدسم، اربع حبات منه، اعتقد انها ب 16 ريال. حلوه هذه القارورة انها تتقفل، مو تحطيها مفتوحه زي باقي العلب في الثلاجه، تتقفل. وهذا الشيء اللي مره عجبني فيها. برضو صورت لكم في الجوله اللي فاتت. عندهم خبز زي كذا انواعه، يعني برجر، وهذا اخذته عشان اطفال يعني. برضو حليب. صراحه الاسعار مو كلها تعذرني، بس اسعارهم مره تجنن. هذا عندهم كله الكبوس 100 كيس ب 11 او ب 10، ب 11 يمكن. هذا دائما برا ب 24 وب 23، عندهم تقريبا 20 او 19، مره برضو يحبوه عندي. الظاهر الذاكره مليانه فصار يوقف فجاه وانا اصور. صورت تكلمت عن هذه واكتشفت انه مو جالس يصور لي. هذا يا بنات برضو كيك، برضو بيتي كويكر، بس تخيلوا يتسوى في الميكروويف في كوب مدة في دقيقة واحدة. روعة روعة، في ثلاثة ظروف تقدري تسويه كذا وانت مستعجلة، بدل ما تسوي صينية كاملة تسوي على قدك. برا ب 12 عندهم بكم؟ ب 9 ريال عندهم. طبعا هم ما عندهم هذه النقانق، وهي ما تصلح صراحة انها لحوم مصنعة، بس انا اخذتها من سوبر ماركت جنبي، احبها فترة وفترة يعني كل شهرين مرة مثلا اخذها. عندهم يا بنات عروض جبارة على هذه الأشياء حقت الأطفال اللي يحبوها. شار هذا كله البطل بالجبنة بستة تقريبا، ودوتوس هذا بعشرة أو بحداعشر جبنة برضو. برضو عندهم تخيلوا قسم الشوكولاتات، هذه الثلاث حبات برضو بعشرة. كمان عندهم هذه الأشياء، هذه تخيلوا برضو ثلاثة ريال ما شاء الله تبارك الله. هذه البريتزيلز ستة حبات منها بخمسة أو بثلاثة، حلوة كسناك. البساكيت عندهم هذه بستة حبات بعشرة، شايفين؟ بريتزل ستة نكهات، وهذه البساكيت ستة حبات بعشرة، وهذه زي كذا تيجي لا أربع حبات بعشرة. مرة صراحة عندهم عروض جبارة، مرة عندهم أشياء حلوة. الفواكه يا بنات والخضروات صورت لكم الفلوق اللي فات قصة. الفراولة بأربع ريال، ثلاث حبات بعشرة. الخس والجرجير ما شاء الله، تخيلوا جرجير حزمة كبيرة بريالين. الطماطم أو اليوسفي كيلو تقريبا بثلاثة ريال، يوسفي مصري. الطماطم ما شاء الله أكثر من كيلو بأربع ريال، برا بستة ريال ما شاء الله. بس مشكلتهم ما عندهم زي كذا أجبان وما أجبان، فأنا أخذتها من سوبر ماركت اللي جنبي، هذه بالزعتر وهذه بالحبة البركة، أخذتهم من سوبر ماركت اللي جنبي. وبرضو ما عندهم عشان زبادي، فأخذت زبادي مراعي، وأخذت هذول لأني أحبهم أنا كسناكات. كمان من الفواكه والخضروات، شوفوا ما شاء الله تبارك الله، خس. الخس ما شاء الله قديش كبروا، أعتقد إنه بثلاثة ريال. تخيلوا هو البصل بريالين، هو بريالين والبصل ما شاء الله حزمه قديش كبرها، بصل اخضر بريالين كبيره ما شاء الله. فاسعار الفواكه عندهم لقطه. تخيلوا يا بنات المبردات هذه النقط، وهذا عندهم الحبه هم تسعه. الماجي برضو بتسعه ريال، حجز زي كذا تقريبا، مو غاليه مره، اقول لكم اسعارهم خياليه. كمان اخذت هذا الحليب الشوكولاته، نشتريه من برا بريالين وبريال ونص. عندهم هذا كرتون كامل ما شاء الله ب 16 ريال، يعني ما شاء الله تبارك الله يا بلاش. هذه طبعا اخذتها من السوبر ماركت اللي عندي، مناديل رول للمطبخ. شفت عندهم ما لقيت الا مناديل عاديه، يعني في اشياء مو عندهم، بس يبقوا صراحه اسعارهم تحفه. هذا اخذته كله كابتشينو، هذا كله 10 اظرف، كم؟ ما اتذكر والله، ب 10 او ب 11.
هذه كمان يا بنات اخذتها اكياس بلاستيك برضو، ما ادري اذا وريتكم الاول، بس الفيديوهات توقف عندي الظاهر الذاكره مليانه. بتعرفوا لي حل الذاكره قولوا لي يا بنات. هذا عندهم تخيلوا برينجز بس بخمسة ريال، اخذت منه ثلاثه، الواحد بس بخمسة، ارخص حتى من عالم التوفير. هذا برضو الواحد بريال تقريبا، حلوه ذيك السناكات. ايش كمان؟ لا هذه من السوبر ماركت اللي جنبي، هذه يعني كرسانات، وهذه يحبوها الاولاد، ما شفتها عندهم صراحه. هذا انا اخذته فول سوداني. لاحظوا يا بنات احاول اخلي اغلب سناكاتي زي كذا اشياء قدر الامكان مفيده، بريتزلز، فول سوداني، هذه اللي هو البترول، هذه حاول سناكات تكون زي كذا افود طبعا، واظرف القهوه لا غنى عنها. اتمنى اني اكون صورت كل شيء في الفيديو، لانه والله جوالي مسوي فيه منكح له فتره، ما ادري ايش فيه ما يصور تمام. اتمنى انه طلعت لكم المقاطع كامله، طلعت لكم الاغراض كامله، وعجبكم الفيديو لا تنسون يا بنات من اللايكات، واللي ما اشتركت في القناه تشترك. اشوفكم على خير حبيباتي، وفي امان الله، ولا تنسوا تشوفوا الفيديو اللي قبله لانه كان جوله في المتجر المنافس، تعرفوا عليه وعلى اسعاره. مع السلامه.